بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع أسئلة متنوعة ومختلفة. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. رقمنا التي نستقبلكم عليها ستجدونها على شاشتي ونذكر بها لاحقا بإذن الله تعالى كما هو المعتاد. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. لنبدأ بهذه الآية القرآنية من سلطان البوسعيدي، يقول: قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على من يعود الضمير في قوله تعالى: وجادلهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أفواه حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فقبل أن نتبين ما يعود عليه هذا الضمير، ينبغي لنا أن ننظر في ما يتعلق به فعل أدعو في قوله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن هم المدعوون الذين وجه القرآن الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يدعوهم؟ إن أمكن لنا أن نفهم من هم المدعوون، سهل علينا أن نعرف من الذين يجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن المدعوين هم كل الخلائق، كل الناس، فالمقصود هو أمة الدعوة الذين بعث فيهم وإليهم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. فتقدير الكلام: أدعو الخلق، أدعو الناس كلهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم، أي الذين يحتاجون إلى جدال ومحاورة منهم، من الناس أو من الخلق كافة، من احتاج منهم إلى مجادلة ومحاورة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. نعم. ننتقل إلى سؤال في الزكاة. يقول السائل بدر، يقول: في زكاة العقار كالشقق والمحلات، هل يشترط حول الحول أم تحتسب من الدخل الشهري؟ السؤال غير واضح. الحول شرط في الزكاة، وإذا كان يشير إلى زكاة المستغلات التجارية، وهي نوع من عروض التجارة على الصحيح، حيث تتجه الزكاة إلى العوائد والغلة لا إلى ذات العقارات والأصول المثمرة المستغلة التي لها عوائد، فهذه أيضا يشترط فيها الحول. فإن كان يشير إلى النصاب فالنصاب أيضا شرط. فحسب ما يظهر من سؤاله، لعله يسأل هل يحسب الأصول؟ الأصول لا تحسب في المستغلات التي هي الأصول السكنية والشقق وما أشبهها مما تقع التجارة على منافعه لا على رقبته. فإن الزكاة تكون في العوائد، فيما يرد عليه، حينئذ سينظر في هذه العوائد إن بلغت النصاب، بعد أن يطرح منها المغارم التي عليه، إن بلغت النصاب فإنه يزكيها في نهاية الحول. إن كان له حول سابق فهذه من جملة الأموال التي يزكيها في حوله، وإلا اتخذ لها حولا بحولان الحول عليها، والله تعالى أعلم. فيما يتعلق بالحول عندنا سؤال آخر، يعني يريد فيه مزيد ضبط الأخ علي الحسني. يقول: مبلغ تجب الزكاة عليه في شهر رمضان، لكنه قبل شهر رمضان صرف وأصبح هذا الإنسان مديونا، وقبل رمضان بشهرين رزقه الله تعالى مبلغ آخر، فهل يبدأ حساب الحول من فترة حصوله على المبلغ الجديد أم يخرج الزكاة على حساب المبلغ السابق في رمضان؟ نعم، ينظر هل
هذا هو أول حول له، أو أن له أصل في زكاة ماله، فإذا كان هذا هو أول حول له بلغ عنده مال النصاب فبدأ بحساب الحول ثم انهدم قبل حولان الحول، انهدم هذا النصاب فإنه في هذه الصورة سيبدأ بحساب حوله من جديد حينما يبلغ المال عنده مرة أخرى النصاب. أما إن كان له حول مستقر فالنقصان الذي يطرأ أثناء الحول الصحيح أنه لا يؤثر، وهو الذي عليه الفتوى. فإذا رجع النصاب قبل حولان الحول وكان النقصان في أثناء الحول فإن ذلك لا يؤثر ولا يؤمر بأن يبدأ حسابه من جديد. فعندنا صورتان: من استقر عنده أصل له حول يزكي فيه فحصل عنده نقصان أثناء الحول، ثم تراجع قبل حولان الحول فهذا يزكي. والصورة الأخرى أن يكون مبتدئا في الزكاة، لم يكن عنده نصاب من قبل فلذلك لم يحسب حوله، بلغ عنده النصاب فبدأ في حساب الحول، ثم قبل حولان الحول بشهر على سبيل المثال أو بأسبوعين انهدم هذا النصاب، ذهبت أمواله وصار مدينا كما ذكر السائل، ثم عادت الأموال، الآن سيبدأ الحساب من جديد لأن هذا ليس له أصل يرجع إليه. هذا هو الفارق، وبناء على هذا الفارق يكون التفريع، والله تعالى أعلم. جميل. سؤال آخر يقول فيه السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن كما يفهم هو، وضع الأذى في الطريق ذنب، ويتبين من ذلك أن إزالة القمامة من الأرض صدقة لأنها أذى ورميها في الأرض ذنب، هل هذا الفهم صحيح؟ الجزء الأخير ماذا يقول؟ يعني يقول يعني إزالة هذا الأذى من الطريق صدق. صدق، نعم. لكن يلزم منه رمي أن الرمي ذنب. نعم صحيح. نعم صحيح. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة ينهى عن إلقاء الأذى في طرقات الناس وعن التسبب في إيذائهم، وبل حتى يراعي فيما يتعلق بالخلاء وآداب قضاء الحاجة، في كل ذلك يراعي ألا يكون هناك أذى يمكن أن يؤثر على الناس أو على البهائم والحيوانات أو على الشجر المثمر أو على المياه. ولكن المقصود بإماطة الأذى عن الطريق أي أن يزيل هذا الأذى إلى مكان مخصص، لا أن يأخذه من مكان ثم أن يرميه بعد ذلك في مكان آخر فيحسن في وجه ويسيء في وجه آخر. إذن يميط الأذى بالتخلص منه إلى مكان لا أذى فيه، إلى مكان إما بطريقة مخصصة لذلك أو إلى أماكن مخصصة للقذر والأوساخ. ومع في المقابل فإن إلقاء الأذى في الطرقات يخشى على صاحبه من الإثم. نعم. نعم والله تعالى أعلم. لو فرعنا على سؤاله إذا كان يقبل مفهوم المخالفة أو لا، يعني هو إماطة الأذى عن الطريق صدقة. نعم. هل إذا لم يمطها أي لم يأخذ ذلك الأذى أيضا فيه ذنب؟ حرج عليه بعض يعني الفقهاء إن رأى الأذى تنبه له وكان يمكن له أن يزيله ثم لم يفعل. نعم. فما لم يكن له مندوحة من عدم انتباه أو أنه لم يرى أن ذلك لا يرى أن ذلك أذى أو غير ذلك مما يمكن أن يكون له فيه مندوحة فهذا في سعة، لكن يخشى عليه. فإن من أخلاق المسلمين النظافة وإماطة الأذى. ولنقل هذا الحديث ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون وفي رواية وسبعون شعبة. نعم. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. نعم. والحياء شعبة من شعب الإيمان. فنحن حينما ننظر إلى هذه الرواية نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أعلى شعب الإيمان وهو التوحيد. نعم.
وذكر فيما يتعلق بالجانب العملي أدنى عمل، عمل يسير، وهو إماطة الأذى عن الطريق، مما يمكن أن يفعله الإنسان ولو بأن يركل بقدمه هذا الأذى ليزيله عن طريق المسلمين. فهذا جانب عملي. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فتحدث عن خلق قد يكون هذا الخلق طبعا في هذا الإنسان، وسجية فيه، ولكنه مع ذلك عده من الإيمان. إذن هذه من شعب الإيمان. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عد إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. في الرواية الأخرى قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. الآن لو أن مسلما يلقى أخاه المسلم بوجه عابس غضوب متجهم، ألا يخشى عليه من الإثم؟ دون ما سبب ومع قصد يخشى عليه من الإثم. كذا الحال بالنسبة لمن يرى الأذى وله مكنة في أن يزيله ويميطه عن الطريق، وهو منتبه ولا عذر له، فيخشى عليه من الإثم، والله تعالى أعلم. هل يختلف بين أن يكون الأذى في الطريق كما هو مقيد في الحديث وفي غير الطريق؟ لأن هذا الحديث لا، هذا مثال، لا 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 يقصد به، يعني مقصود أن الضافة العامة في يعني في الأماكن، نعم يقصد في الأماكن العامة التي يحتاج إليها الناس، ويحتاجون إلى طرقاتهم، يحتاج من باب أولى في أماكن، على سبيل المثال إذا كنتم تشيرون إلى أماكن فسحتهم وترويح نفوسهم، فكيف يرضى مسلم أن يكون سببا للقذر والإيذاء وترك القذر والأوساخ في هذه الأماكن؟ فيضر بذلك غيره من بني جنسه، ويضر البهائم، ويضر الشجر، ويضر الموارد الطبيعية. هذا ليس من خلق المسلم. جميل، نأخذ مكالمات. الأخ سيف العوفي. السلام عليكم شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف، جزاكم الله بالخير. الله يحفظك، الله يمسك بالخير والنور. فضيلة شيخ جيلان، كيف حالكم؟ حياك الله أخ سيف، بارك الله فيك. الله يكرمك. لدي سؤالين دكتور. تفضل. سؤالي: رجل يريد أن يصلي صلاة التهجد في بيته، ولكنه لا يحفظ الكثير من كتاب الله، فهل يسوغ له أن يقرأ من المصحف الشريف أثناء الصلاة؟ أي يمسك المصحف الشريف بيده، وإذا ما أراد الركوع والسجود يترك المصحف الشريف في طاولة أو منضدة تكون بقربه. واضح. سؤال الثاني: شخص قام برهن مائي من حصته من الفلك إلى شخص آخر، وبعد ذلك انتقل الرهن إلى شخص آخر، وقد مضى لذلك الرهن 20 عاما، والماء استغل من قبل المسترهن طوال تلك السنين، والآن يريد الراهن استرجاع مائه، علما بأن الماء قيمته الحالية 15,000، والرهن كان بقيمة 5,000، هل يجوز له شرعا استرجاع مائي؟ وهل يحق للمسترهن تسريب الماء لصالحه؟ أرجو الإفادة. طيب، على كل حال شكرا جزيلا. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. فقط أردت أن أنبه جميع السائلين بما يتعلق بالأسئلة التي يكون فيها طرفان، كما أخبرت ذلك، ذكرت ذلك في حلقة الأمس، فينبغي أن لا يكون هذا في البرنامج، لأننا نحتاج إلى استكمال المعلومة من الطرفين جميعا. شكرا لكم، أسئلتكم جميلة وطيبة لا شك، ولكن كما تعلمون أن البرنامج له حدود معينة يتحدث فيها. فضيلة الشيخ، إذا شخص أفرد، يقول سالم أبو سالم، أفرد صلاة المغرب في السفر في وقت المغرب، وأراد أن يصلي صلاة العشاء جماعة، وجد جماعة يصلون المغرب والعشاء جمعا، فصلى معهم صلاة العشاء قبل أذان العشاء، فما حكم صلاته؟ لا، هذا حكمه حكم من صلى قبل دخول الوقت، لأنه لم ينوي الجمع ولم يقصد إليه، لا قبل دخوله في الصلاة الأولى ولا أثناء صلاته ولا عند تسليمه، كان قاصدا للإفراد، أي أن يصلي كل صلاة في وقتها. و معنى هذا أن عليه أن يصلي الصلاة الثانية بعد دخول وقتها، وليس له أن يقدمها عن وقتها، والله تعالى أعلم. نأخذ حديثا نبويا شريفا يسأل عنه الأخ عبد الله، يقول: ما صحة حديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت
فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث صحيح، ومعناه الإغلاظ في شأن المرأة التي لا عذر لها إن امتنعت عن زوجها إن رغب فيها فيما يرغب فيه الرجال من نسائهم عادة، فليس هو على إطلاق هذا الوعيد أنه المقيد بأنه إن لم يرضى منها ذلك وقد دعاها إلى الفراش ولا عذر لها في الامتناع فغضب، أما إذا تنازل عن حقه ولم يغضب فهي ليست داخلة في الوعيد. أما إن لم يكن لها عذر من نحو أن تكون مريضة على سبيل المثال، أو بلغت غاية الإجهاد والمشقة، أو أن أحوالها لا تسمح لها باستجابتها لطلبه لسبب مقبول شرعا، فهذه غير داخلة في الوعيد. الوعيد هي في من لا عذر لها فتمتنع عن تلبية طلب زوجها ولا يرضى هو منها ذلك. والحكمة من هذا هو إقامة أود الأسرة على أسس متينة من مراعاة كل واحد منهما لحقوق الطرف الآخر، ومنع ما يمكن أن يورث الفتنة داخل الأسرة أو ما يمكن أن يؤدي بأحدهما إلى الانحراف والوقوع في ما يسخط الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن أسمى مقاصد الزواج تلبية المطلب الفطري في كل واحد منهما عند الرجال وعند النساء بالعشرة المباشرة التي تكون بينهما، فإن لم تتحقق هذه العشرة دون عذر مقبول فإن ذلك يمكن أن يفضي إلى كثير من المفاسد وأن يؤدي إلى عدم استقرار هذه الأسرة وانتفاء أسباب الألفة والمودة والسكون فيها، مع التأكيد على أن كثيرا من الفقهاء نبهوا أن المقصود أن يكون الزوج أيضا مؤديا لحقوق المرأة، فإن كان امتناعها إنما هو من باب المجازاة على تنقصه لحقوقها فإنها لا تأثم بذلك. إن امتنع عن أداء الحقوق إليها ولم يكن له عذر فقابلته هي بمنعه بعض حقوقه فإنها لا تأثم. إذن الحديث صحيح ومعانيه تدور حول هذه المعاني التي لا ينبغي أيضا أن تستل عنها، فليس هو برخصة للأزواج ليدخلوا العنة والمشقة على نسائهم، ولا هو أيضا بإغلاظ على النساء دون تبين لأحوالهن من الصحة والمرض والأحوال التي يمكن أن تكتنفهن فتمنعهن، ودون التفات للحقوق التي لهن على الرجال أيضا. فبمجموع هذه الشرائط والأحوال يكون هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. هناك سؤال متعلق بهذا ولكن بعد المكالمة حتى لا ينتظر الأخوة طويلا. الأخ صالح البلوشي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يحفظك. الحمد لله على أخ صالح، جزاك الله خير. تفضل. عندي سؤال. تفضل. دام فضلك. بس أعمل على توصيل الطعام في فترة يعني الصبح وفترة الظهيرة. نعم. هل يعني علي إثم إفطار عمال؟ أنت توصل الطعام إلى عمال معينين ليسوا صائمين. هكذا؟ طيب. واضح صالح، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وليد القهضامي. السلام عليكم شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ وليد. يا أهلا، كيف حالكم؟ طيب. حياك الله أخي، بارك الله فيك. الله يحفظك الأخ وليد، تفضل. شيخ سيف، لدي استفسارين سؤالين. تفضل. يعاني القائمون على بناء المساجد ومدارس القرآن
من توجه بعض المتبرعين والمساهمين، حيث أن البعض يعني يتبرع فقط لشراء الحديد أو الإسمنت أو مواد ثابتة بحجة أن هذه المواد تدوم لفترة طويلة وبالتالي يضمن استمرار المنفعة أو الأثر أو الصدقة الجارية. في المقابل يحجمون عن التبرع مثلا مساهمة في أيدي العاملة أو شراء بعض المستلزمات التي قد لا تبقى لأثر لفترة طويلة كشراء الأبواب بحجة أنها ستنكسر أو تتلف وبالتالي يتوقف أثر هذه الصدقة. فهل هذا التوجه صحيح فضيلتكم؟ طيب. السؤال الثاني، بعض المتبرعين أيضا يعينون مبلغ من المال على سبيل المثال يكون قدره 1000 ريال لشراء شيء محدد لصالح المدرسة أو لصالح المسجد ب1000 ريال، هل المقصود بال1000 ريال هذا عين هذا المبلغ الذي قبضه القائمون أم المقصود أي مبلغ آخر يمكن أن يحل محل هذا المبلغ؟ وأيضا في هذا السؤال الشخصي، لو أن القائمون ارتأوا تحويل هذا المبلغ بشيء آخر لنفس المدرسة هل يصوغ لهم هذا؟ تعطينا توضيحا أكثر للسؤال الثاني تكرما. السؤال الثاني، مثلا أتى شخص وقال هذا المبلغ وقدره 1000 ريال لشراء حديد لمدرسة أو لمسجد حديد، نعم، ويعني سلم هذا المبلغ للقائمين على هذه المدرسة، واضح، هل هذا المبلغ مقصود به هو المبلغ عين المبلغ أم يمكن أن يسد مبلغ آخر لكونهم الآن ما محتاجين لحديد؟ طيب. يمكن أن يحتاجون لي فيما بعد، واضح واضح جدا، هل يبقون بهذا المبلغ أم يمكن أن يصرفوه لشيء آخر؟ واضح واضح، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت. سؤال الأخ سيف الذي يريد أن يصلي التهجد في الليل بنفسه لا يحفظ الكثير من القرآن الكريم، أجبتم سابقا لكن باب التذكير هل هو أن يستعين بالأجهزة الحديثة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفي سنتي الجائحة يعني كانت هناك رخصة مراعاة لأحوال الناس لأنهم كانوا منقطعين عن المساجد وكثير من الناس لا يحفظون ما يعينهم على القيام والتهجد في رمضان، فكان هناك أخذ بالرخصة، توسع في الأخذ بالرخصة، مستند الرخصة أو ما تستأنس به الرخصة هو قول طائفة من علماء المسلمين من أئمتهم وسلفهم الذي رأوا فيه أن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها كان يأمها غلام لها اسمه ذكوان من المصحف، فرأوا أن هذا الفعل منها رضوان الله تعالى عليها دليل على الجواز، بل نقل بعضهم أن الصالحين منهم كانوا يفعلون ذلك في النوافل، والحديث الآن عن النوافل، شأن الفرائض مختلف، السؤال عن النوافل، لكن مع ذلك الحقيقة أن فتح هذا الباب قد يؤدي مع تقادم الزمان إلى انصراف الناس عن حفظ كتاب الله عز وجل، وهو مع ما فيه أيضا من اشتغال وحركة بحمل المصحف أو بتركه على منضدة كما قال، ثم بتقليب الصفحات وبالنظر في المصحف أو في هذه الأجهزة إذا كان سيقرأ من جهاز، فيه اشتغال صارف عن حقيقة الخشوع وعما يطلب من المصلي في أن يكون نظره على سبيل المثال في موضع سجوده وأن يسعى إلى أن لا يشتغل بالنظر إلى ما حوله حتى يكون أجمع لقلبه وأدعى إلى استحضاره للخشوع، فهناك اشتغال بالنظر إلى المصحف وبتقليب الصفحات، فمن أجل ذلك كله في الحقيقة لا أؤيد أن يجنح الناس إلى الأخذ بهذه الرخصة، لا يمكن للتضييق في النوافل مع اتخاذ السبل الكفيلة بتقليل الحركة أو أن يكون حافظا لكن يخشى أن يستغلق عليه فيحتاج فقط أن ينظر إلى موضع الآية ثم يرجع، هذا حاله أهون،
من أن يكون في كل صلاته ممسكا بالمصحف أو ناظرا إلى المصحف يقرأ منه، سيعول الناس في ما يتعلق بصلتهم بكتاب الله عز وجل إلى القراءة من المصحف أثناء الصلاة، يبدأون بالنوافل ثم يتوسعون إلى الفرائض، يبدأون في البيوت ثم يمكن أن تصل إلى المساجد، وهذا غير مستبعد. حدثني بعض المشايخ أنهم في سفر في دولة مسلمة كانت من أكثر الدول التي فيها حفظة لكتاب الله عز وجل، وكانوا في شهر رمضان، فكلما دخلوا مسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح وجدوا الإمام يقرأ من المصحف في المساجد، فتحرجوا من ذلك فكانوا ينتقلون من مسجد إلى آخر، فكانت أكثر المساجد على هذا النحو. وهذا وضع يؤسف له، أن تكون بلاد المسلمين والأئمة الذين يؤمون الناس في المساجد والجوامع لا يقرؤون مما يحفظون ويعمدون إلى هذه الرخص فيقرؤون منها بعد أن كان مشهودا لهم بكثرة الحفظة. فهذه الاعتبارات لا بد أن تؤخذ في الحسبان، ولذلك أطلت فيها الجواب قليلا حتى لا يتوسع فعلا، وأن تكون بهذه الضوابط والقيود، والله تعالى أعلم. فعلا، هو حتى يعني عندما أطلقت محركات البحث بدأ العلماء يتحدثون عن الذاكرة الكسولة. نعم، الإنسان لا يحفظ، فقط يبحث في جوجل أو في محركات البحث. والآن يتحدثون عن خطورة أكبر مع وجود شات جي بي تي، هذا يعني الذكاء الاصطناعي. طيب، نبقى مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. مرحبا بكم أعزائنا الكرام، سنعود إلى سؤال الأخ سيف إن شاء الله لاحقا، لكن صالح البلوشي يسأل يقول: يقوم بتوصيل الطعام من وإلى لعمال ليسوا صائمين، قد لا يكونوا مسلمين، يصح له ذلك؟ إن كانت مهنته هذه ولا مناص له عنها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. إن كان يمكن أن يجري بعض الترتيبات في الجهة التي يعمل فيها بحيث لا يقوم بهذا العمل المسلمون منهم فذلك أولى وأحسن، لكن إن تعذر ففي الأمر سعة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب، الأخ وليد يقول يعني يريد منكم كلمة، لأن الناس فعلا عندما تتبرع لمسجد أو مدرسة إنما تتبرع للمواد الثابتة على اعتبار أنها أطول عمرا والأجر فيها سيكون ممتدا، بينما عندما يطلبون مالا للأيدي العاملة أو الأشياء يمكن أن تتلف بعد فترة يحجبون عن ذلك. هل التبرع لهذا كالتبرع لذاك أيضا، لذاك يعني للمتحرك كالتبرع للثابت؟ أما في واقعنا المعاصر فقد يكون التبرع لبعض هذه الوجوه أكثر أجرا من التبرع لهيكل البناء. بيان ذلك، لنتصور أن مسجدا أقيم شيد وأقيمت صروحه دون هذه المستلزمات من التكييف والإضاءة والفرش، كيف سيصلي الناس فيه؟ أو أن مسجدا اكتمل ولكنه مفتقر إلى المناسب الملائم من هذه الأجهزة والمستلزمات، كيف سيؤدي المصلون فيه صلاتهم بطمأنينة وسكون وخشوع؟ أما حينما يكون بناء المسجد فيما يتعلق بهيكله وما يحتاج إليه من أدوات ومواد ومستلزمات من التكييف والفرش المناسب والإضاءة المناسبة، فإن مثل هذا المسجد سيقبل عليه الناس، ولاشتداد حاجتهم إلى هذه المنافع والمصالح، فلا ينبغي أن يحصر نظر ثواب التبرع إلى أمد بقاء ما يجعل فيه التبرع دون التفات إلى ما يلبيه هذا التبرع من شديد احتياج هذه المساجد والجوامع. فإن الحاجة إلى التكييف عندنا على سبيل المثال صيفا وشتاء تشتد الحاجة كثيرا في الصيف، وعند امتلاء المساجد واكتظاظها بالمصلين خاصة في الجمع،
إلى حد أنهم لا يتمكنون من المكث في المسجد ولو لخمس دقائق إن انطفأت أجهزة التكييف. فلينظر هذا المتبرع إلى ثواب نفقته هذه التي يخفف بها عن المصلين ويهيئ لهم في بيت الله تبارك وتعالى ما يعينهم على تحقيق هذا المسجد لرسالته ولغايته في المجتمع، وما يعين المصلين على أداء فروضهم ونوافلهم بتؤدة وسكون وطمأنينة، وأن تقام فيه حلقات العلم والدروس والمواعظ. هذه لا تتحصل إلا بتوفير هذه المستلزمات. فالنظر إلى ثواب التبرع والصدقة لبيوت الله عز وجل هو لعمارتها وتشييدها كلها. ولهذا نجد الكثير من السلف كانوا يتسابقون إلى زيت القناديل في المساجد. وهناك أوقاف خاصة لزيت القناديل في المساجد، هناك أوقاف لزيت القناديل في المسجد الأقصى على سبيل المثال، لما علموه من عظيم فضل إنارة المساجد وتهيئتها بما تحتاج إليه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني تفقد امرأة، في بعض الروايات أنها امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها فقيل له إنها ماتت، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. أولا لامهم قال هل لا آذنتموني حينما ماتت، ثم ذهب إلى قبرها وصلى عليها أي دعا لها، لا لشيء إلا لأنها كانت تنظف المسجد. فمع هذا كله لا ينبغي للناس أن يقصروا نظرهم فيما يتعلق بأجر التبرع للمساجد إلى ما يتعلق بإقامة البنيان دون تهيئته بما يحتاج إليه من المرافق والوسائل والاحتياجات التي يحتاج إليها المصلون والتي تعينهم على أداء صلواتهم وأداء ما أقيمت المساجد له. وهذا من تعظيم بيوت الله تبارك وتعالى. إذا كان الله تبارك وتعالى أمر نبييه الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تشريفا لهما وتعظيما لبيته أن طهر بيتي للطائف، أن طهر يأمرهما وهما النبيان الكريمان بتطهير البيت، فكيف بمن يوفر هذه الاحتياجات لبيوت الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إن أردت أن أجيب على سؤالي اختصارا الوقت انتهى، نخليها إن شاء الله تعالى الحلقة الغد إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي. وأردت فقط أيضا أن أنبه على قضية الحدود التي تحدثت عنها في البرنامج. لا شك أن البرنامج يتناول مختلف القضايا التي تعن للناس والتي يبحثون فيها عن الإجابات، إنما نقصد عندما تكون المسألة يتجاذبها طرفان ومسارها قضائي، لأننا نحتاج فعلا أن نستكمل المعلومات من الطرفين، وهذا ليس من وظيفة البرنامج إنما من وظيفة المحاكم والقضاء. فإذا ما يتعلق بالقضايا التي يكون فيها تنازع بين طرفين فإن البرنامج لا يتطرق إليها لخصوصيتها، أما بقية المجالات فهي مفتوحة. أشكركم على تواصلكم وأسئلتكم، نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.